عايزين نعرف ايه اللي حمسك النهارده انك تيجي تعيشي وتتفرجي على التجربه بتاعت اللي تعيشها لوحدك؟ عشان صحابي كلهم، الفنان العظيم خالد الصاوي، شريف منير، سلمى ابو ضيف، كل الفنانين الكبار المشاركين في الفيلم، المخرج، المؤلف، شركه الانتاج رانيا اللي جايه صديقتي الانتيم، وانا فرحانه لها جدا جدا، فرحانه بميلاد شركه انتاج مهتمه بتقديم فن محترم وحلو في الفتره دي بالذات. تقدري تشيلي لوحدك يا استاذ سوسن؟ ليه يا ماما، ماله من الناس، ده جالنا من غير ناس ما تنداس. الفيلم بيناقش فكره مهمه جدا جدا، وهو ان ما تحرقهاليش. ماشي، هي فكره بشكل عام. ماشي، خلاص استني. 2024 توصفيها بايه؟ وكانت 23 بالنسبه لك حلوه ولا كل الايام مادام هنستفيد منها هتبقى حلوه؟ ما فيش وقت حلو طول الوقت، ما فيش وقت وحش طول الوقت، في ده وفي ده، هي الدنيا كده، ربنا خلقها كده. زي ما هنعدي الوحش هنستمتع بالحلو كمان. حدوته منسيه بقى، كنا سامعين ان هو هيتعرض الفتره اللي فاتت، اتعرضش ليه لحد دلوقتي؟ لا لسه، ده احنا اسبوع، يعني قولوا اسبوع تاني في يناير كده. اسبوع تاني في يناير ان شاء الله. هنتكلم عن ايه بقى؟ بنتكلم عن ايه؟ حدوته منسيه عن تضحيه الام، امتى تبقى صح وامتى تبقى غلط لدرجه انها تاذي ولادها. ايه اللي ضحيتي بيه سوسن بقى؟ انا ضحيتش بحاجه خالص. بابا المجال من 2024؟ لا مش في 2024. لا مش معاه حتى في المعلم؟ لا انا مش معايا المره دي، مش معايا. 24 في رمضان مفيش حاجه؟ لا، في قلع الحجر، ده مسلسل صعيدي، انا بقالي مده ما عملتش الصعيدي. وابو العروسه مفيش تجربه جديده جزء جديد؟ والله يا رب انا بدعي حضرتك. من الاعلانات تشويق للفيلم، حاسه ايه الحاله اللي هتكون موجوده في الفيلم؟ والله انا متهيالي ان هو فيلم قد ما بيحمل من رساله مهمه جدا، بس متقدمه بشكل خفيف ولطيف، من غير ما نبقى ماسكين عصايه للناس بنعلمهم الصح وايه الغلط، وشايفه ان دي حاجه لطيفه جدا في الفن، يعلم من غير ما نشد الودان يعني.